ليكم مرة تانية في نفس الباب بتاع الوراثة، هنتكلم على حاجة جديدة، بنكمل نفس الباب. هو عاطف رز معاكم، مدرس التمريض، مادة العلوم التطبيقية. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها سجل النسب الوراثي. أنا المحاضرة اللي فاتت كنت بتكلم على نقل الصفات الوراثية بين الحيوانات وبين النباتات بعضها مع بعض، ولكن لما نيجي نتكلم على نقل الصفات الوراثية بين إنسان وإنسان، ده ما ينفعش نعمل فيه، في شوية قيود بتقيدنا. على سبيل المثال صفحة 249، في صفحة 249 بيتكلم على سجل النسب الوراثي في السطر رقم 3، ولكن عند دراسة الصفات الوراثية للإنسان يتعذر، كلمة يتعذر يعني من الصعب إجراء مثل تلك التجارب. يعني أنا ممكن أعمل تجربة وراثية بين إنسان، بين نبات ونبات، بين حيوان وحيوان، لكن مفيش مشاكل، لكن عند إنسان وإنسان صعب. فهمنا كلمة يتعذر إجراء تلك التجارب؟ علل، دي بتيجي دايما في بعض الأسئلة، علل من الصعب أو يتعذر إجراء تجارب وراثية على الإنسان. عندنا رقم واحد، قلة النسل الناتج من الإنسان. الإنسان لما بيجي يحصل عملية إنجاب بتكون الخلفة واحد أو احتمال تبقى اتنين، مش زي النبات، مش زي القطط، مش زي الكلاب، مش زي الأرانب، بتبقى الخلفة الواحدة فيها أربعة وخمسة، فممكن يتحقق من الصفة الوراثية. ده احتمال. الاحتمال التاني، طول الفترة الزمنية اللازمة عند الإنسان، فترة الحمل بتاعة الأنثى بتاعة الإنسان بتاخد كام شهر؟ 9 شهور، نادر أول ما بتبقى 7 شهور، دي حالة استثنائية، ولكن العادي بيبقى 9 شهور طول فترة الحمل. الأصعب من ده كله بقى، ودي النقطة رقم 3 اللي هنقولها ووضحها، يعني إيه استحالة إجبار أشخاص ذو صفات وراثية محددة على الزواج لملاحظة النسل الناتج؟ يعني مش ممكن هاجي أجيب 2 مش متجوزين وأقول لهم لو سمحت أنا عايز أجرب بينكم من بعضكم الصفة الوراثية دي، هتبقى موقفها إيه؟ استحالة إجبار أشخاص. إن ده كل الأديان متفقين عليها بتعتبره إيه؟ زنا. فهمنا كلمة استحالة إجبار أشخاص ذو صفات محددة؟ عشان يحصل الكلام ده لازم يكون الاثنين في حالة إيه؟ جواز. نرجع بقى نتكلم على سجل النسب الوراثي، إيه أهميته؟ مكتوب عندك التعريف بتاعه. سجل النسب الوراثي هو شكل تخطيطي يوضح كيفية توارث صفة معينة في إحدى العائلات على مدى عدة أجيال. نشوف مع بعض. لما أجي أعمل كده ده بيعبر عن الذكر، ولما أجي أعمل دايرة دي بتعبر عن الأنثى، ولما أعمل كده يبقى ده كده حصل هنا حاجة اسمها الإيه؟ التزاوج. يبقى أنا بعمل كده شكل تخطيطي، تزاوج بين ذكر وأنثى، الخط اللي هعمله كده رأسي ده اسمه الإيه؟ الإنجاب. أجي أروح أعمل كده وكده مثلا وكده، كده معناها إن في 3 عيال طلعوا، 3 أجيالنا طلعوا ممكن بالشكل ده كده، يبقى كده الخلفة كانت بتاعتهم 3 بنات، وممكن أروح أعمل كده 3 صبيان، وممكن أعمل كده يبقى ولدين وإيه وبنت على حسب. يبقى المربع بيعبر عن الذكر، الدائرة بتعبر عن الأنثى، الخط الأفقي بيعبر عن التزاوج، والخط الرأسي بيعبر عن الإنجاب، وده العدد الأفراد اللي طلعت 2 ولد. طب فين الصفة اللي أنا بتتبعها؟ الصفة اللي أنا هدرسها، الصفة الوراثية اللي أنا هتتبعها، يا إما تبقى صفة سائدة يا إما تبقى صفة متنحية. الصفة الوراثية المتتبعة تظلل. ما ننساش إن السائد بيكون ليه احتمالين اتنين، يا إما يكون سائد إيه؟ نقي، يا إما يكون سائد إيه؟ هجين. المتنحي دايماً إيه؟ نقي. فلما أجي أنا مثلاً أعمل كده يبقى دي الصفة اللي أنا بتتبعها ظللتها على حسب ما هيجي يقول لي صفة سائدة ولا صفة متنحية.
دي عبارة عن أنثى بتحمل الصفة اللي إحنا بنتتبعها، ولما أعمل كده وكده يبقى الأنثى دي من العيلة دي اتجوزت ولد من عيلة تانية ولا لأ؟ خلفوا وراحوا طلعوا لي مثلا 3 صفات بالشكل ده كده، يبقى تخلفها هنا هتكون 3 صفات، وتكون الصفة الموجودة عندي متتبعة برضو بنفس الكلام، ولدين بيحملوا الصفة المتتبعة ولد ما بيحملهاش، بنرمز ده الجيل الأول. عندنا في الكتاب بنعمل الجيل الأول بالحرف اللاتيني، ده بيكون الجيل الثاني بالشكل ده كده، وده الجيل الثالث بالشكل ده كده. نطلع في الكتاب هتلاقي كل مثال عامل مربع وعامل إكس، مربع وعامل إكس، مربع وعامل إكس. المربع الأولاني بنعمله واحد باللاتيني، اتنين باللاتيني، ثلاثة باللاتيني، ده التفصيل الموجود عندنا في الكتاب. نقرا تاني مع بعض. إيه هو سجل النسب الوراثي؟ هو عبارة عن شكل تخطيطي يوضح كيفية توارث الصفة المعينة في إحدى العائلات على مدى عدة أجيال. ده كان بالنسبة للتعريف اللي هو موجود عندنا. المثال الموجود عندي في الكتاب في صفحة 250، صفة المهق في الإنسان. وإيه هو المهق؟ اللي هو غياب صبغ الميلانين من الشعر والجلد وحدقة العين. في ربنا سمح إن بيخلق الإنسان لصبغة تحت الجلد اسمها صبغ الميلانين المسؤولة عن لون البشرة في جلد الإنسان. تركيز الصبغ ده لو عالي جدا يبقى أسود، لو قل يبقى بيكون يعني أسمر، قل شوية بيكون قمحي، قل تاني بيكون أبيض فاتح، مفيش خالص بيكون إيه أمهق. ده بالنسبة لصبغ الميلانين. فالمثال ده هنا بيتكلم على صبغ الميلانين، هو غياب صبغ الميلانين الفرد الأمهق. هل كل أفراد الشعر اللي ربنا خلقها كلها كانت مهق؟ يعني غير صبغ الميلانين يعني شعره أبيض وجلده أبيض وكله بيكون أبيض فأبيض؟ لا، ده فينا ما بنلاقي واحد كل 2 مليون بيبقى بالطريقة دي. يبقى صفة المهق دي صفة إيه؟ متنحية. عرفنا ليه قلنا عليها متنحية؟ مش هي الإيه السائل. أرى مثال تاني. صفة المهق في الإنسان اللي هو غياب صبغ الميلانين في الشعر والجلد صفة متنحية، عرفنا ليه متنحية؟ ولذلك بيرمز لها بالترتيب للشخص الأمهق اسمون اسمون. والشخص العادي هيكون له احتمالين اثنين، يا إما إيه كابتل إيه كابتل أو إيه كابتل اسمون. والأخير يكون حامل جين صفة المهق ولكن لا تظهر عليه لأنها صفة إيه متنحية. وتم إعداد سجل النسب الوراثي زي ما هو كاتب في الكتاب، وكيف التوارث الصفة الوراثية في إحدى العائلات على مدى 3 أجيال. ما ننساش نعمل 3 أجيال اللي هو الحرف اللي أنا عملته ده، 1 و 2 و 3، ده 3 أجيال عشان هو عامل مربعات فيها إكس. وبعد كده نشوف مع بعض رقم 1 أنثى عادية، وده 2 ذكر اتجوزوا مع بعض خلفوا 3 صبيان. الثلاث صبيان بيطلع منهم الاولاني مظلل يبقى امهق، نروح كاتبين عنده اسمه الاسمول. ورقم 4 طلع برضه مظلل، نكتب اللي هو امهق نكتب عنده اسمه الاسمول. رقم 2 ورقم 3 مربعات بيضاء بنكتب عندها احتمال يا اما يكون اي كابتل اي كابتل او اي كابتل اسمه. ماشي؟ طيب الواد رقم 4 الامهق اتجوز بنت اللي هي رقم كام؟ 5، دي من عيله ثانيه. خلفوا لنا 3 عيال، بنتين امهق ولد بيكون عادي. الولد العادي هكتب الترز الجيني بتاعه ايه؟ اي كابتل اي كابتل او اي كابتل سمول. الحاله الثانيه هنكتب البنتين اللي هي رقم 2 و3 تديله رقم 3 سمول سمول. ده كان بالنسبه للمثال الموجود في صفحه 250. في صفحه 251 مكتوب عندك سجل النسب الوراثي التالي يوضح كيفية توارث صفة اللون الأسود للجلد في خنازير غينيا على مدى 3 أجيال متتالية. استنتج الطرز المظهري والجين الأفراد في الأجيال الثلاثة علما بأن اللون الأسود سائد، يبقى المظلل عندي هو الصفة السائدة والأسود يعني بلاك، يبقى بي كابتل بي كابتل أو بي كابتل بي سمول.
كل المظلل هحط له بي كابيتال بي كابيتال او بي كابيتال بي سمول، اللي مش مظلل هيبقى بي سمول بي سمول. نقرا المثال اللي بعديها اللي هي بيكمل 251. تم اعداد سجل النسب الوراثي يوضح كيفيه توارث صفه لون العين البني، بني يعني براون، على الانسان على مدى ثلاث اجيال متتاليه، علما بان لون العين البني سائد على لون العين الازرق. يبقى انا هشتغل بالبي كابيتال بي كابيتال اللي هو البراون، وبي سمول بي سمول اللي هو مين؟ الازرق. واستخدم سجل النسب الوراثي الموضح بالشكل في استنتاج الطرز المزرعيه والجينيه على مدى ثلاث اجيال. اجب بنفسك. بنقلب الصفحه 252. بيتكلم على رقم 1 و2 انثى اسود، فبنحط بي كابيتال بي كابيتال او بي كابيتال بي سمول، ورقم 2 ذكر بيكون ايه؟ ابيض اللي هو الازرق، سوري، اللي هو بي سمول بي سمول. كل الاسود هيتحط له بي كابيتال بي كابيتال او بي كابيتال بي سمول، وكل الابيض يتحط له الايه؟ بي سمول بي سمول. هنتكلم على فصائل الدم. فصائل الدم الموجوده في جسم الانسان في اكتر من اربعه، بس احنا المقرر بتاعنا اللي هو بيتكلم على فصائل الدم. كل فصيله سبب وجود فصيله الدم الموجوده عندي هنا بيكون ايه؟ كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بيكون فيها مولدات بتخلق وبتولد الفصيله، وكل فصيله بيكون لها مضاد. المضاد بيبقى موجود فين؟ في بلازما الدم. فلو افترضت انا عندي ايه؟ دي الفصيله ايه؟ وفي بي وفي ايه؟ بي وفي او. دي الفصائل المكرره علينا في المنهج بتاعنا. المولد بتاع الفصيله اللي بيوجد فيه على كرات الدم الحمراء ايه؟ المولد بتاع الفصيله بي الموجود في كرات الدم الحمراء بي. المولد بتاع الفصيله اي بي اي و بي. الاو ملهاش مولد. يبقى دلوقتي عندي الفصائل المكرره عندي في المنهج بتاعي كام فصيله؟ اي بي اي بي او. وانا هعمل كده، انت بتقول لي كل فصيله ليها ايه؟ المضاد بتاعها. المضاد بيوجد فين؟ في بلازما الدم. المضاد بتاع الايه؟ بي. المضاد بتاع البي ايه؟ المضاد بتاع الايه؟ بي. مفيش هنا مضاد ليها في البلازما. المضاد بتاع الاو ايه؟ وبي. ده كده فصائل الدم بتاعتنا، ومن خلاله بقى ازاي بيتم هنا تبادل او نقل فصائل الدم بعضها مع بعض. بنقول ان بيدي هنا لمين؟ الايه معطي لمين؟ كل فصيله بتدي لمين؟ لنفسها. هعمل كده، ادي الايه، ادي البي، وادي الاو، وادي الاي بي. مبدئيا كل فصيله بتدي للي زيها، ماشي. الاي هتدي للاي بي، والبي هتدي للاي بي، والاو هتدي للاي بي. فانا بقول على الاي بي هنا مستقبل عام. ولما يجي يقول لي علم ليه الاي بي مستقبل عام، بنبص هنا لعدم وجود مضادات، لعدم وجود مضاد، ماشي. الاو هيدي للبي، وهيدي لمين؟ للاي، وبيدي لمين؟ للاي بي. فمكتوب عندنا معطي عام علم. بنرد عليه ونقول له الاو ليه معطي عام؟ لعدم وجود ايه هنا؟ مش موجود المولدات. يبقى لعدم وجود المولدات في الاو معطي عام،
ولعدم وجود المضادات في الـ فبنقول عليه مستقبل ايه عام. طب انت اتكلمت هنا على فصائل الدم واتكلمنا على المضاد بتاعها ومين بيدي مين ومين بيستقبل مين علشان المشاكل اللي بتحصل. عايزين نحدد فصيلة دم الإنسان، كيف يتم تحديد فصائل دم الإنسان؟ بنشوف إحنا بنجيب مصل مضاد A ومصل مضاد B ونحط نقطة من مصل مضاد A على نقطة الدم ونحط نقطة المصل مضاد B على نفس نقطة الدم، تحديد فصائل الدم للإنسان بيتم كالآتي: دي هنا عبارة عن نقطة الدم وهنا بنقول نفس نقطة الدم. عندك أنت بتكون بتجيب شريحة من الزجاج أو حتة بلاط من السيراميك، بالشرط إن يكون الأسطح بتاعتها مرساة، وبنحط من هنا بناخد احنا نقطة الدم بنحطها على الشريحة، وبناخد نفس الإنسان نقطة الدم نحطها في نفس الشريحة. قدامك إزازة بيكون فيها مصل مضاد A ومصل مضاد B، ونحط هنا ونحط هنا ونشوف رد الفعل في الاتنين هيكون ايه. بحط بقى هنا زائد مصل مضاد A واكتب هنا زائد مصل مضاد B، وبنعمل عملية حركة المصل المضاد A مع نقطة الدم ونشوف الاحتمالات اللي هتتم عندي ايه. يحدث تلزم بنقطة الدم، كلمة تلزم يعني تتجلط بسرعة، وهنا لا يحدث تلزم، يبقى في الوقت ده أقول عليها يبقى الدم ده يبقى فصيلة دم إيه. لو حصل العكس لا يحدث تلزم، بيحدث تلزم يعني تجمع، يبقى في الوقت ده نقول عليها إيه؟ بي. يحدث تلزم مع مصل مضاد A، بيحدث تلزم مع مصل مضاد B يبقى AB. لو ما حصلش الاثنين يبقى في الوقت ده اقول عليها ايه؟ O. ده كده بنوضح كيف يتم عملية اللي هو تعيين فصائل الدم. طب احنا عندنا حاجة ثانية بيقول لك هنا ان الـ A يسود على الـ O، اللي الراجل اللي فصيلة دمه أو الست اللي فصيلة دمها إيه؟ اللي فصيلة دمه إيه؟ إيه سائل على الـ O، الـ B سائل على الـ O، الـ A B انعدام سيادة. ولما يجي يقول لي الـ A سائل على الـ O يبقى الـ A لها كم احتمال، لها كم طرز جيني؟ يا اما هيكون AA او AO. اللي هيقول A كابتن اسمه هيبقى غلط، ان الطرز الجيني هيكون للـ O OO. الـ B سائد على الـ O فهيكون BB او BO. بعد تاني اللي هيقول B كابتن بسمول هيبقى غلط، لان المتنحي بتاع البي او يبقى الطرز الجيني بتاعها مين؟ او، ودي الطرز الجيني بتاعها مين؟ الاي بي. كده لو احنا بصينا كم عدد الطرز الجينيه لفصائل الدم، نعد 1 2 3 4 5 6 اي 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 او بي 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 او 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 اي بي، ده بالنسبه لمين؟ للطرز الاي الجينيه بالنسبه لفصائل الدم. بعد كده بنتكلم على اللي هو عامل رايزس، وده مهم جدا بالنسبه لنا، بنقدر نحدد هنا في مشكله بتحصل بين ايه. عامل رايزس دي فصيله تانية مستقله عن الاي وعن البي وعن الاو والاي بي، دي احدى المشاكل اللي بتقابل اي اتنين متجوزين، وعشان كده وزاره الصحه وكل العالم بيهتم بالنقطه دي عشان يحافظوا على الانجاب. ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي اتنين متجوزين بعد الخلفه بتاعتهم، الواد الاولاني خلفوه عادي او البنت الاولانيه خلفوها عادي، لكن يجي بعد كده الخلفه الثانيه الخلفه الثالثه في مشاكل بتحصل، ما بيحصلش اكتمال للحمل،
وبيموت الجنين. ايه اللي بيحصل ده اللي احنا نوضحه؟ عمل رايزز. عمل رايزز دي اول حاجه فصيله اكتشفت في بعض فصائل القرود، واحدى الفصائل القرود دي اللي اسمها رايزز فسميه بعمل رايزز. بتوجد بنسبه 85% في جسم الانسان البشر ربنا خلقها، فبنكون ثابت. طب اللي الناس اللي ما عندهمش بنسبه 15% بنقول عليه متنحي. فبنرمز احنا لعمل رايزز بالار اتش، اللي هو الرمز المشهور بتاعه اسمه ايه؟ الار اتش. يبقى عامل رايزز رمزه ار اتش. اذا كان موجود في الانسان قول ار اتش ايه؟ موجب. ولو ما كانش موجود يبقى نقول عليه ار اتش ايه؟ السائد. احنا قلنا بنسبه 85% موجود في البشر يبقى السائد، يبقى ليه اثنين طرز جيني. الطرز الجيني بتاعه هيكون السائد النقي، هيبقى ار اتش موجب ار اتش موجب. طيب اكيد هيبقى السائد ايه؟ عجين. فهيبقى ار اتش سائد موجب ار اتش ايه؟ سائد. الار اتش السالب ده دايما ايه؟ متنحي. والمتنحي دايما ايه؟ بيكون نقي. فالطرز الجيني بتاع ار اتش سالب ار اتش سالب. المشكلة بقى اللي هتحصل لو ذكر موجب رايزس تزوج مع انثى سالب رايزس، هي دي المشكلة. لكن اي وضع تاني مع اي احتمال تاني مفيش اي نوع من الايه؟ من المشاكل. الار اتش موجب مع الار اتش سالب للانثى، الجنين الاول يكون موجب رايزس. ولما يكون الجنين الاول موجب رايزس يحفز، نخلي بالنا من كلمه يحفز، دم الام على تكوين اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي اللي اتكونت مالها؟ الولد الاولاني هيتولد عادي، تؤثر على الجنين الثاني اذا كان موجب رايزس. وبالتالي كده الثاني والثالث يحصل فيه مشكله. طب عشان نحل المشكله دي بنطعم الام او بندي الام مضادات لتعادل تأثير الأجسام الإيه؟ المضادة. يبقى نحل المشكلة دي. طب عملنا إيه إحنا؟ فاضطرينا إن إحنا نعمل حاجة اسمها تحليل قبل الزواج، اللي هو تحليل بعض الفحوص الطبية بتتعمل قبل الجواز عشان يقدروا يتأكدوا من النسل الناتج هل هيكون خالي من الأمراض ولا لأ؟ وده اللي هو بعض الأمراض الوراثية اللي هيتكلم عليها، اللي هي بتتم من خلال إصابة الإنسان ليها. أنيميا خلايا الدم المنجلية، إن نسبة مادة الهيموجلوبين تبقى قليلة مش كاملة، وبالتالي نسبة الأكسجين والمواد الغذائية اللي بتنقلها مادة الهيموجلوبين هتبقى قليلة ولا لأ؟ يبقى دي مرض اسمها أنيميا خلايا الدم المنجلية. المرض الثاني بيتكلم على السكر. السكر ده مرض وراثي بينتج نتيجة لإيه المرض الوراثي ده؟ إن في خلايا موجودة في جسم الإنسان في البنكرياس مسؤولة عن إفراز هرمون الأنسيولين اللي بيحول الجلوكوز الزائد إلى جلايكوجين مدخر في الكبد بتاع الإنسان. لما الخلايا بتاعت جزر لانجرهانس، ودي خلايا موجودة في البنكرياس وده نوع من أنواع جزر لانجرهانس اللي هي خلايا بيتا، عجز عن إفراز هرمون الأنسيولين، يبقى كده هيفضل نسبة الجلوكوز عمالة تزيد، يبقى ده مرض هيكون إيه؟ مريض بالسكر. انواع مرض السكر ده فيه من النوع الاول زي ما موجود في الكتاب عندنا في صفحه 58. النوع الاول ان هو بيتولد بيه، والنوع الثاني اللي هو بيجي له بعد فتره معينه من السن وليكن 45 سنه يبتدي يظهر عليه اعراض مرض السكر. ده بيكون بسبب الايه؟ اللي هو خلل في افراز هرمون الانسولين. المرض الثاني الوراثي اللي هو ارتفاع ضغط الدم، عندنا في نوعين ارتفاع ضغط الدم، ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي. في صفحه 259 الضغط الانقباضي هو ضغط الدم عند انقباض عضله القلب. الضغط الانبساطي هو ضغط الدم عند ارتخاء عضله الايه؟ القلب. البهاق. مرض البهاق ده عباره عن بقع بيضاء
في البشره بتاعت الجلد هنا قمحي وهنا ابيض وهنا قمحي. طب ايه اللي حصل هنا؟ ان ماده الخلايا الموجوده تحت الجلد المسؤوله فيها صبغ الميلانين فقدت هذه قدرتها، فبيصبح بقع بيضاء في جسم الانسان سميها البهاق، وتعالج البهاق بتعرض جسم الانسان للاشعه فوق بنفسجيه. عشان نتجنب بعض الاصابات الامراض الوراثيه بنعمل ايه؟ الفحص الطبي لراغبي الزواج، دي رقم واحد عشان نتاكد من الاثنين خاليين من الامراض الايه الوراثيه. التاكد هنا الزواج الاباعد مكتوب في صفحه 261 وغالبا في السطر الثاني، وغالبا ما يؤدي تزاوج الاقارب الى انتاج نسل يعاني كثير من الامراض الايه الوراثيه. فلذلك احنا بنفضل زواج الايه الاباعد عن زواج الاقارب في صفحه 260. اما زواج الاباعد فغالبا تكون حمايه للايه. رقم ثلاثة، ودي آخر حاجة هنقولها وكده يبقى الباب خلص، تقنية الهندسة الوراثية. في السطر رقم ثلاثة مكتوب عندك مشروع الجينيوم البشري. أنا لما أجي أحدد إيه الجينيوم البشري ده؟ إن أنا أحدد الجين المسؤول عن الصفة الوراثية في الكروماتيد، المسؤول عن الصفة الوراثية في الكروماتيد أحدد مكانه فين؟ كده أنا عملت حاجة اسمها الجينيوم البشري. بقول تاني، الجينيوم البشري اللي هو تحديد موقع الجين المسؤول عن نقل الصفات الوراثية. احنا قلنا قبل كده ان انا عندي في الكروموسوم بالشكل ده كده، لما انا احدد الجين ده او الجين ده المسؤول عن الصفة الوراثية ده كده اسمه ايه؟ الجينيوم الايه؟ البشري، ده المسؤول عن نقل الصفات الايه؟ الوراثيه. وشكرا ليكم، انا كده خلصت الباب الثالث في الصف الاول الثانوي لمدارس التمريض للوراثه في الكائنات الحيه. اتكلمنا على النبات، واتكلمنا على الحيوان، اتكلمنا على السياده التامه اللي هو القانون الاول لمندل. القانون الثاني لمندل بيتكلم على نقل زوجين اثنين من الصفات الوراثيه. نقولها مع بعض، اللي هو القانون الثاني لمندل ده موجود عندي في الصفحة رقم 245. إذا تزوج فردان نقيان مختلفان في زوجين، القانون الأول لمندل بيتكلم على زوج من الصفات الوراثية، هنا بيتكلم على زوجين أو أكثر. إذا تزوج فردان نقيان مختلفان في زوجين أو أكثر من صفاتهما المتبادلة فإن صفة كل زوج تورث مستقلة عن الأخرى وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3:1. ده كده احنا خلصنا القانون الثاني والقانون الأول والسيادة التامة وانعدام السيادة وسجل النسب الوراثي والتلقيح الاختباري، كل الحاجات دي اتكلمنا عليها، والسجل النسب الوراثي وفصائل الدم ومين بينقل لمين ومين ممنوع يدي لمين وهكذا. وشكرا ليكم، ونتقابل في حلقة قادمة بإذن الله.